يدخل النادي الأهلي تحد جديد مساء يوم الجمعة القادم عندما يلتقي شقيقه التونسي نادي الترجي الرياضي في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجا على مستوى العالم برصيد 20 بطولة يسعى للفوز باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا، البطولة التي أصبحت مفضلة لنادي القرن الإفريقي، خاصة أنها المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها النادي الأهلي 5 مرات، ويسعى للتواجد للمرة السادسة حين تقام بالإمارات ديسمبر القادم. حقق النادي الأهلي بطولاته 20 بالفوز ب8 ألقاب لبطولة دوري الأبطال، و4 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية أبطال كؤوس، ولقب وحيد للكونفدرالية، و6 ألقاب لكأس السوبر الإفريقي، ولقب للبطولة الأفرو أسيوية. بينما يسعى الترجي للفوز بلقبه الثالث في دوري أبطال إفريقيا والسابع في تاريخه القاري، حيث فاز بلقبين لدوري الأبطال ولقب واحد في بطولات أبطال الكؤوس والكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي والكأس الأفرو أسيوية. بين الفريقين تاريخ كبير من اللقاءات والتنافس، هما الفريقان الوحيدان في إفريقيا واللذين حققا كل الألقاب القارية 5 التي تنافست عليها أندية القارة السمراء، وإن شاء الله الفوز للأهلي.